حاجه مهمه جدا. الازمه كمان الغريبه جدا في التاريخ الاسلامي ان التاريخ الاسلامي صور في بعض الاحيان انه تاريخ للفحوله والمواصفات الجسديه الاستثنائيه والمواصفات يعني مثلا من الحاجات الغريبه جدا ممكن تجيب مصدر من مصادر التاريخ بيصف خليفه او بيصف قائد بيصفه شكليا حسب ما هو عنده اتجاه مذهبي او عنده اتجاه فكري يصف الخليفه ده. هنفترض مثلا ان في زمن من الازمان ان هذا ان الكرش لما راجل يبقى عنده كرش كده ايه يبقى دي حاجه حلوه والراجل عنده عز يعني. يقول لك وكان هذا الخليفه عظيم البطن. وكان عن نوع عظيم البطن ده كانه حاجه ايه؟ حاجه لطيفه يعني. تعرفين لما تيجي تقرا تاريخ منحطب الرابع العظيم او اخناتون هتشوفوا ان الفنانين المصريين صوروه في الوقت ده تصوير واقعي. بشكل معين قصه كبيره كده في المدرسه الفنيه في عصر الملك منحطب الرابع انه كان عامل ثوره دينيه مهمه جدا وسمح بدوه يعني. بص تلاقي ان حتى المصادر وهي بتصف الخليفه بتصفه بشكل معين تحليه لو هو تخين ترفعه. في حين مثلا لو انت جبت مصدر سني بيوصف ما هات مصدر سني كده بيصف معاويه بن ابي سفيان وهات مصدر شيعي بيصف معاويه بن ابي سفيان وارسم الشكلين هتلاقي شكلين مختلفين خالص. وبالمناسبة لا ده شافه ولا ده شافه. لما تيجي تجيب كتب الشيعة اللي بدأت ترسم في بعض الأحيان وكتب الفنون الشيعية بدأت ترسم صور للحسين متخيلة وصور لعلي بن أبي طالب وصور شوف منظر الحسين في كتب الشيعة عاملة ازاي. شوف الجمال بتاعتها. هل هذا هو الحسين؟ هم شافوه؟ حد عاصره يعني؟ ولكن هم بيحاول إن هو يتفنن في إظهار شكل هذا الرجل إن هو يعني متكامل في كل حاجة. متكامل. ايضا هو تاريخ للفحوله. يعني مثلا تبص تلاقي المصادر يقول لك وان الخليفه المتوكل كان لديه 4000 جاريه تمتع بهن جميعا. هو هنا بيقلل من الراجل ده؟ لا ده بيصف ان هو ما حصلش ان هو يعني ايه استثنائي. ده لدرجه ان في كتاب مهم جدا بتاع نظام الملك الطوسي اسمه سياسات ناما او سير الملوك. هذا الكتاب بيتكلم عن الكتاب ده بالمناسبه مش ضد السلطان اللي احنا كان السلطان السلجوق قلب ارسلان ده مش ضد ده هو معاه وكتاب دعائي كتاب يعني هو حاجه كده ايه يعني حاجه بتبوظ الراجل يعني. في احد فصول الكتاب بيتكلم عن السلطان بيقول له بيقول ان السلطان ده كان في احدى الليالي عائدا من غزو روم خناقه معركه ما بين البيزنطيين ما بينه وما بين البيزنطيين. راجل راجع من معركه وتعبان بقى ومتبهدل ومتفرهد يعني. وأصل 70 جارية بيزنطية. أصل 70 جارية بيزنطية. وكانوا كلهن من العذراوات. فعايز يبين بقى قد إيه القائد الإسلامي السلطان ده عظيم يعني. فدخل على الجارية الأولى وافتضها بعون الله. ودخل على الثانية وافتضها بعون ولم ينم ليلته إلا بعد أن افتض 70 جارية. وهنا عايز يقول إيه؟ وهنا عايز يقول ان هذا الرجل يعني ما حصلش استثناء يعني. حتى فكره الفحوله في وصف السلطان او في وصف الخليفه كان ملمح في مرحله معينه من ملامح كتابه النص التاريخي وده مصادر موجود يعني. بالمناسبه الميزه الجميله جدا ان حضرتك وانت قاعد بالموبايل بتاعك ممكن تكتب نظام الملك الطوسي سير الملوك بي دي اف هتنزله هتطلع النص اللي انا بقول لك في ثانيه يعني ما فيهوش ايه اي مشكله خالص عشان تستوثق من هذه الايه من هذه المعلومات.